عشية الجلسة البرلمانية العادية وفي ظل التطورات السياسية المحلية الأخيرة، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن جلسة الغد ستشهد وضع الكثير من النقاط على الحروف حيال آخر التطورات في المشهد السياسي. فيما يتعلق في جلسة الغد، هناك العديد من القوانين والمواضيع المهمة، ونتمنى أن تكون جلسة فيها إنجاز للعديد من التشريعات فيما يصب في مصلحة المواطن الكويتي. وأيضا أؤكد لكم بأن جلسة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى ستوضع فيها الكثير من النقاط على الحروف فيما يخص آخر التطورات في المشهد السياسي. وأطمن أهل الكويت أن الكويت بلد فيها خيرين كثر، وحبها الله سبحانه وتعالى ببركة. وأقول لمن يريد سوءا بهذا البلد ويمكر ضد مصلحة هذا البلد، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. في نفس الوقت لا يمكن أن ينشغل المجلس بأي أمور تحول دون الإنجاز ودون تحقيق ما ينشده المواطن الكويتي من تشريعات ومن قوانين ومن أمور تصب في مصلحته. وعن الاستجواب المتوقع تقديمه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، قال الغانم أنه لا يستطيع التعليق على استجواب لم يقدم حتى هذه اللحظة، وفي حال تقديمه فإن التعامل معه سيكون وفقا للدستور واللائحة. لا أستطيع أن أعلق على أي استجواب لم يقدم. أي استجواب كما جرت العادة، وكما يمكن احنا في هذا المجلس حققنا الرقم القياسي في تقديم الاستجوابات، وسأتعامل مع هذا الاستجواب كما تعاملت مع الاستجوابات السابقة وفقا للدستور واللائحة، ولكن حتى الآن لم يقدم لأي استجواب. أريد أن أركز على جلسة الغد، ونريد أن نؤكد بأن تركيزنا لازال موجود على ما يهم الوطن والمواطنين، ونتمنى إن شاء الله أن تكون جلسة كسابقاتها حفيلة بإنجاز العديد من القوانين اللي تصب في مصلحة المواطن.